دشنت منظمة سياج لحماية الطفولة وبدعم من الاتحاد الأوروبي مركز تأهيل الناجين من الألغام ومخلفات الحروب في اليمن في سعي من المنظمة لحث الحكومة على تطهير مناطق النزاعات المسلحة من مخلفات الحروب ووضع تدابير عملية لمعالجة آثارها على المدنيين. واحدة من المشكلات التحديات أن رقعة المساحة من الأرض التي كل يوم تتلوث بالألغام تزداد بشكل مستمر، فكان أن بادرنا في منظمة سياج إلى يعني إنشاء مركز لتأهيل ضحايا الألغام. ويسعى المركز إلى تأهيل ضحايا الألغام اقتصاديا ونفسيا واجتماعيا والتوعية بمخاطر الألغام وطرق التعامل مع ضحاياها والتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الصحية في مساعدة الضحايا طبيا. الحقيقة احنا في وزارة الصحة سنعمل ما بإمكاننا وما بوسعنا أن نقدم الخدمة الإنسانية المطلوبة والواجب تجاه ضحايا الحرب من الأطفال. أتمنى من كل المنظمات والجهات والشركاء الموجودين في بلادنا أن يتلمسوا احتياجات هذه الفئة وهذه الشريحة المتضررة من الحرب وأن يدعموا من خلال منظمة سياج أو غيرها، وهذا يعتبر فكرة ناجحة وحالة ضرورية في هذه المرحلة. التدشين حضره وكيل وزارة الصحة وممثلة الاتحاد الأوروبي في اليمن وعددا من الحقوقيين والصحفيين.